كشيف صغير، طفل بطموح كبير، يدفعني حب الترحال لأجوب سهولا وجبال وأعود بعلم غزير. أنا مستكشف صغير، المستكشف الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مع حلقة جديدة من برنامج المستكشف. أهل. اليوم كانت لنا رحلة استكشافية جميلة، واستكشفنا وايد من المعلومات والأشياء، وأكيد ويا صديقي المستكشف. شكرا جزيلا يا صديقي حسن. أصدقائنا الأطفال الحلوين، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج المستكشف من عبر قناة كربلاء الفضائية. أصدقائنا الأطفال الحلوين، افترينا الكثير من الجزر، الجزر العربية والجزر الأخرى في دول العالم، واكتشفنا هناك اختلاف كبير بالمناخ. حسن، الجزر العربية دائما تكون مناخها جاف وحار، أما بقية الجزر في الدول الأوروبية وبقية القارات أغلبيتها تكون يا أما مناخها معتدل يا أما مناخها مثلج جدا، عبارة عن ثلج. صحيح؟ صحيح. يلا سولف حسن. حسن، الطيارة فاتت منا. هاي الطيارة، ايه، واحنا شلون اجينا بيش؟ اجينا من خلال القارب. زين، من ذيك الغابة لهاي الجزيرة. احسنت صديقنا حسن، إرادنا في اليوم أن ياك نجرب الطيارة، شنو رأيك؟ هنجرب. نجرب الطيارة ونهبط هنا، بس هذا مكان صغير، الطيارة رات لها مدرج كبير، فشنو رأيك لو ندور أن ياك اليوم إن شاء الله بهذه الجزيرة ونحاول نلقى لنا مدرج حتى شنو نصعد الطائرة ونهبط في هذا المدرج. صديقي حسن، بالمناسبة طبعاً بهذه الجزيرة شفنا فتشي يشبه النمر وهو منقط، هو شنو هذا؟ يشبه النمر ومنقط؟ ايه؟ يمكن صغير النمر. صغير النمر؟ يشبه لك؟ تتوقع هذا فهد؟ يمكن. زين، ولقينا مرتفع كبير وعليه حيوان يشبه الماعز أو الماعز، هو دائما هيك يحب يسلق ويصعد فوق، مو صحيح؟ صحيح. أحسنت. لا خل نقرا قصتي اليوم. عن شنو تتكلم؟ قصتي اليوم تحكي عن الماعزان. اها جيد، يلا اسمع. الماعزان، كان يا ما كان في قديم الزمان، كان اكو ماعزين يردون يعبرون النهر من خلال الجسر. زين. كانوا يخافون يعبروا، يخافون ينقضع الحبل مال الجسر ويوقعون بالنهر. زين. كانوا يتقاتلون ببداية الجسر على منو راح يعبر النهر أول. ها، وبعدين؟ كانوا يتقاتلون واحد ويا الآخ، فمن شدة قتالهم واحد يشمر على الآخ، من شدة قتالهم انقطع الحبل مال الجسر. أوه. فإلا شوي ورادوا يقعون بالنهر ووقعوا بالنهر. زين، وبعدين شنو اللي صار؟ كان أكو واحد من عندهم يعرف يسبح. زين. والثاني ما يعرف يسبح. إيه. كان ده يغرق، فاللي كان يعرف يسبح راح يسبح بأقوى ما عنده حتى يروح ينقذ صديقه. زين. راح الماعز الثاني أنقذه. زين. واحد اعتذر من الثاني وشكره، وتشكر الماعز اللي ما يعرف السباحة. ايه؟ الماعز اللي يعرف السباحة. اها. وقرروا من اليوم إنه بعد ماكو خلافات بيناتهم. أحسن. لأنه السقوط نهاية كل خلاف. أحسنت يا صديقي حسن، وشكرا على هذه النصيحة. مثلا لو آنياك أسب القارب ويصير خلاف آنياك، شي يصير؟ يوقع القارب بينا، ينقلب القارب بينا. أحسنت، فإحنا ليش نسوي هالشغلات يا صديقي؟ شكرا جزيلا على هذه القصة الجميلة صديقنا حسن. وهسه نبدأ مع أول متصل، حتظهر الأرقام أسفل. أجا القارب، أجا القارب. هذا أجا أجا حياتي هذا القارب حسن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا المنطاد. اجى القارب، نحن سأمننا وسيله الرجوع المن الى الغابه. متفقين؟ متفق.
جهاز. زين خلينا نشوف اول اتصال. زين الجهاز شنو يا حسن؟ ما سولفت لنا شنو الجهاز. الجهاز جهاز تابلت. احسن جهاز تابلت. كل متصل له سؤالين. زين. اذا جاوب عليهن يدخل اسمه بالقرعه، وبنهايه الحلقه راح نخلط القرعه واللي يطلع اسمه هو الفايز. أحسن. راح حصل على جهاز التابلت. احسن. والجائزه مقدمه من قناه كربلاء الفضائيه اصدقائنا الاطفال الحلوين. وإذا جاهز المتصل خليه يتفضل ويانا لأن احنا بانتظاره. بالإضافة لذلك يا أصدقائنا الحلوين اللي كل اللي فازوا ويانا عليكم الحضور إلى مقر قناة كربلاء الفضائية في الإبراهيمية كل يوم ما عدا يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا حتى تستلمون شنو؟ جهاز تابلت. أحسن. الأرقام ظهرت والأسئلة اليوم كلش حلوة وسهلة سويناها أنا وصديقي حسن بحيث تقدرون تفوزون بها بكل سهولة. متفقين؟ متفقين. يلا مع مريم من بغداد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك مريم؟ زين الحمد لله. مريم يا صف ثالث. صف الثالث؟ نعم صف الثالث. كملت امتحانات؟ لو بعدك كملت يعني كملت امتحانات خلاص. زين سابتي نتيجة مريم؟ استلمتي؟ بعدني. لا بعدني. ها زين زين ايش تتوقعين درجات؟ اي اريد توقع الاولى. الاولى. اوه الاولى صح. صديقتنا واضقة من نفسها حسن. ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. نشوف السؤال الاول مع صديقتنا مريم. والسؤال الأول يقول أحد هذه الحيوانات يغطي جسمه الواحد عندما كنا بالجزيرة العربية يا حسن. أم التمساح أم النعامة؟ جمل. شو يغطي جسمه؟ الوبر. جمل. جمل. آه. متأكدة؟ نعم نعم متأكدة. خلينا نشوف الإجابة. إجابة صحيحة. أحسنتي أحسنتي يا صديقتنا. والسؤال الثاني يقول يعيش الجمل في بيئة باردة أم حارة أم ممطرة؟ قبل شوي حكيت عن الجزيرة العربية من زرناها. حارة؟ حارة. متأكدة؟ نعم نعم. تقول حارة. خلينا نشوف. والإجابة؟ والإجابة صحيحة. شكرا جزيلا لصديقتنا. دخل اسمك ويانا بالقرعة. أكيد أكيد دخل اسمك ويانا بالقرعة يا صديقتنا. وإن شاء الله انتظرينا نهاية الحلقة احتمال لا. اسمك راح يفوز ويانا بالقرعة. شكرا. أهلا وسهلا. لا شكرا على زين. أي عندنا اتصال آخر. محمد من كربلاء. نقول له السلام عليكم صديقنا حمودي. عليكم السلام. أهلا وسهلا صديقنا محمد. محمد شنو اسم بابا؟ بهاء. محمد بهاء. أنت بأي صف؟ صف الخامس. صف الخامس ابتدائي. كملت امتحانات لو بعدك؟ كملت الشفوية. الشفوية. وقالك تحريرية. تحريرية شو وقت؟ باكر. اها باكر. شو عندك باكر امتحان؟ اسلامية. اسلامية. آه. متحضر؟ اي حاضر. طبعا صديقنا شاطر يا صديقنا حسن. يلا صديقنا جاهز للسؤال الاول مع حسن؟ نعم جاهز. خلينا نشوف السؤال. خلينا نشوف السؤال. السؤال الأول يقول أحد هذه الطيور يمتلك صوتا جميلا، البلبل أم البط أم باردة؟ ها صديقتنا صديقنا البلبل أم البط؟ البلبل. متأكد؟ متأكد. والإجابة صحيحة. صحيحة. شكرا شكرا صديقنا. ابقوا ويانا. السؤال الثاني اللي حيقول احد هذه الطيور من الجوارح، البطريق ام الدجاج ام النسر؟ من الجوارح ياكل اللحوم. النسر. النسر. خلينا نشوف. متأكد؟ والاجابه صحيحه. فعلا. وهو حتى منقاره منقاره يكون بشكل معقوف، وبهذه الحاله راح يقدر شنو ياكل الفريسه مالته. احسنت يا صديقنا. إجابتك صحيحة ودخل اسمك أنا بالقرعة. وابقى ويانا نهاية القرعة احتمال تكون أنت الفائز. يا
يلا صديقنا حسن، عندنا اتصال آخر. من هو متصل؟ أصدقائنا الأطفال الحلوين هسه أصدقائنا يتصلون علينا وأمننا الاتصال. وإلك حسن. من أنا؟ ألو، السلام عليكم. طيبة من بغداد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون طيبة؟ الحمد لله. طيبة يا صف؟ أنا بالثالث. بالثالث؟ ثالث ابتدائي؟ إيه. شلون هالامتحانات وياك؟ الحمد لله زينة. ايش وقت؟ يعني عشرات؟ لا يعني خلصت امتحان لو بعدكم؟ لا بعدني. ايش قد بعد لك؟ الو؟ نعم وياك، شوي تنتظرين حيطلع السؤال. والسؤال الأول يقول: حيوان بيئته داخل جذع الشجرة. العصفور؟ بيئته. أم السنجاب؟ العقرب. العقرب بداخل الشجرة برأيك؟ لا، السنجاب. السنجاب وين بيئته؟ داخل الجذع. داخل الجذع. إجابة صحيحة. صحيحة. أحسنتي. العصفور يا صديقتنا يسوي عش على الغصن، مو صحيح؟ اي صحيح. احسنتي احسنتي. خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: ماذا يسمى صوت الذئب؟ هل هو صهيل الذئب ام زئير الذئب ام عواء الذئب؟ عواء الذئب. متاكده؟ ان شاء الله. زين، الصهيل صوت منه الصهيل؟ الصهيل للحصان. والزئير؟ والزئير لل الأسد. اي، والعواء؟ والعواء للذئب. فاذا اجابتي صحيحه. الاجابه صحيحه. شكرا شكرا جزيلا يا صديقتنا، اجابتك صحيحه، شكرا جزيلا لك. ودخل اسمك وانا بالقرعه. ابقوا ويانا متابعه نهايه الحلقه، احتمال تكونين انت فائزه. يلا فاطمه. فاطمه من الديوانيه. الو، السلام عليكم. الو فاطمه. للأسف انقطع اتصال يا حسن. الاتصال. تقدر صديقتنا فاطمة أن تتصل بنا مرة ثانية وتحصلنا، حتى شنو؟ حتى تشارك ويانا بالمسابقة. وعزيزي المتسابق، احتمال تكون أنت الفائز، لكن بعد شنو؟ بعد ما تجاوب على الأسئلة وتتم عملية شنو؟ دخول اسمك للقرعة. القرعة. أحسنت يا صديقنا حسن، هذه الإجابة الصحيحة. أنا أشوف أنه الأرنب يقترب من الـ الكوخ مالتنا، مو صحيح؟ صح. احسنت صديقنا حسن. نعم. الاسئله احنا شلون وضعناها؟ الاسئله وضعناها، كتبناها، رحنا نفتر بالغابه، نفتر بالجزيره. أي؟ نشوف الحيوانات. احسنت. اللي بالغابه واللي بالجزيره. احسنت. ونكتشف من عندها ونكتب اسئله، ونكتب الاسئله، كل شيء احنا نشوفه. يلا. مودة من بغداد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك مودة؟ الحمد لله. مودة يا صف؟ رابع. صف الرابع. رابع ابتدائي؟ ايه. خلصت امتحانات؟ بعد لي بس التحريري. تحريري. شو وقت تبدون تحريري؟ باكر ان شاء الله. شئتكم امتحان باكر؟ اسلامية. اسلامية. باكر كلهم إسلامية. يلا موفقين إن شاء الله صديقتنا. جاهزة السؤال؟ يلا خلينا نشوف السؤال ويا صديقتنا مودة. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات يتكاثر بالبيض، السلحفاة أم الخفاش أم الكنغر؟ السؤال: أحد هذه الحيوانات يتكاثر بالبيض، السلحفاة أم الخفاش أم الكنغر؟ السلحفاة. متأكدة؟ متأكدة. خلينا نشوف الإجابة. إجابة صحيحة. صحيحة. هي الخفاش يكثر يتكاثر. الحمد لله. تمام، شكرا صديقتنا. خلينا نبلش بالسؤال الثاني. الخفاش يتكاثر بالإنجاب. صديقتنا، أحد هذه الحيوانات يحب العسل. أكو حيوان يحب العسل، حتى بالأفلام كارتون نشوفه مقابل خلية النحل ويأكل. هل هو الأسد أم الدوب أم الفهد؟ الدوب. متأكدة؟
متأكدة. وين شايفته؟ والإجابة؟ دقيقة حسن، وين شايفته؟ دائما أشوفه. دائما تشوفين وين؟ بالكرتون لو بالحقيقة لو وين؟ بالكرتون. شو يسوي؟ يروح ياكل عسل، مو صحيح؟ إيه. والإجابة؟ صحيح. صحيح. شكرا جزيلا يا صديقتنا. إجابتي الصحيحة أبقيانا نهاية الحلقة احتمال تكونين أنت الفائزة. الأرقام ظهرت من جديد. عندنا صديقنا محمد من بلد. السلام عليكم حمودي. وعليكم السلام. أهلا وسهلا صديقنا، صديقنا حمودي. شنو اسم بابا وأي صف أنت؟ محمد بابا حيدر، الصف الثالث ابتدائي. أكيد باش عندكم إسلامية مو؟ إيه. أحسنت، متحضر؟ إيه. إيش قد أخذ الدرجات بالإسلامية؟ 10. 10 ما شاء الله، صديقنا شطول عاد حسن، صديقنا أتوقع حيجاوب على الأسئلة. نشوف السؤال الأول. نعم خلنا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات من الثدييات، التمساح أم السلحفة أم الأرنب؟ قبل شوي قلنا فات بال هذه سهولة بالكوخ مالتنا. أرنب. من وين؟ الأرنب. متأكد؟ متأكد؟ نعم. والإجابة؟ إجابة صحيحة. وقبل شوية فات الأرنب إلى الكوخ مالتنا. أصدقائنا الأطفال حلوين، أبقوا ويانا. السؤال الثاني يقول، السؤال الثاني يقول يا صديقي، والسؤال الثاني يقول: أحد هذه الحيوانات يسير على قدمين اثنين، الأرنب يمشي على رجلين اثنين، لو الكنغر لو الفيل؟ الكنغر. متأكد؟ نعم. والإجابة؟ الإجابة؟ الإجابة؟ نعم؟ الإجابة؟ كنترول؟ إجابة صحيحة. صحيحة. أحسنت، الكنغر يسير على أقدام اثنين، أما الأرنب على 4 والفيل على 4. شكرا جزيلا صديقنا، واسمك دخل ويانا بالقرعة. ابقى ويانا نهاية الحلقة، احتمال تكون أنت شنو؟ الفائز. أحسنت يا صديقنا حسن، احتمال تكون يا صديقنا أنت حسن. سؤال بدين من بغداد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك بنين؟ زين الحمد لله. بنين يا صف سادس. صف السادس كملت امتحانات؟ لا بعدنا، لا بعدنا 12 5. بكالوريا مو صحيح؟ ايه. يلا شكرا جزيلا إليك. السؤال الاول مع صديقنا حسن، خلينا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات يحب العسل، الفراشة أم النمل أم النحل؟ النحل. متأكدة؟ اللي ينتج، اللي ينتج العسل من هو؟ النحل. النحل. النحل؟ أي نعم. والإجابة؟ إجابة صحيحة يا صديقة، أحد هذه الحشرات تنتج العسل. شكرا جزيلا. حيوان يتسلق الأشجار بمهارة، هل هو القرد أم الثعلب أم البومة؟ يتسلق القرد. القرد يتسلق بمهارة تنتج العسل. شكرا جزيلا. حيوان يتسلق الأشجار بمهارة، هل هو القرد أم الثعلب أم البومة؟ يتسلق مو صحيح؟ يعني إذن الإجابة صحيحة. وأنا أحب إنه أصدقائنا الأطفال من أختي. إيه السؤال الثاني خلي أختك. يلا شنو اسمها؟ نور الزهراء فراس. نور الزهراء. شنو اسم بابا؟ نور الزهراء فراس. نور الزهراء فراس. نعم صديقتنا، صديقتنا نور الزهراء. أنت بأي صف؟ واحد. ها انت بأي صف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام صديقتنا وبركاته. صديقتنا انت بأي صف؟ سادس. صف السادس؟ نفس الصف.
اها لعبي ما انه انت اختها اريد منك مشاركه واسمك يدخل بالقرعه يلا متفقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين انعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين صدق الله العلي العظيم شكرا جزيلا صديقتنا واسمك لقد ويانا بالقرعه صديقتنا الصغيره وهسه نروح فاصل بين ما نروح انا وصديقنا حسن نروح نشوف هذا الارنب اللي دخل الى شنو الكوخ فاصل ونعود المستكشف الصغير السلام عليكم يا اصدقائي اهلا وسهلا بكم اليوم راح احكي لكم عن الفهد او النمر الصياد هو من فصيله السنوريات الفهد يا اصدقائي كلش سريع ماكو نوع من انواع الحيوانات اسرع منه يعني هو اسرع واحد بلا منافس والفهد يا اصدقائي اسرع حيوان على وجه الارض ولكن هذه السرعة جعلت الفهود نحيلة يعني ضعيفة وجعلتها لا تقوى على قتال الضوارب طبعاً الأكبر منها حجماً والحيوانات الكبيرة والفهود يا أصدقائي من الحيوانات المفترسة التي تتغذى على اللحوم يساعد جسم المرقط على التخفي والاندماج بسهولة داخل البيئة المحيطة به كما يساعد على الاختباء من الفرائس اللي يريد يصيدها ويتميز الفهد بأرجله الطويلة ومخالبه الحادة ويكون طول الفهد تعرفون ايش كد؟ تعرفون لو لا طول الفهد يا أصدقائي متر ونص تقريبا شكرا لكم يا أصدقائي على حسن المشاهدة ألتقيكم بحلقة أخرى إلى اللقاء المستكشف الصغير أصدقائي بعد هذا الفاصل الجميل حسن نعم تتذكر من قلت لك شفت حيوان يشبه النمر منقط؟ طلع هو الفهد طلع الفهد اللي شفناه هسه هو هذا انا كنت اريد اعرفه شنو هذا؟ قلت هذا الارنب فات منه؟ ها؟ الارنب هاي فات مره ثانيه اي صحيح زين فقلت لك انا بوعد شو هذا فات هو لا هو مثلا نمر لا هو اسد لا هو ما اعرف شنو هو يعني شنو هذا المنقط اللي يشبه النمر لكن صديقتنا اللي ظهرت هسه قالت لنا انه اسمه شنو؟ اسمه الفهد لا الفهد وانا هسه كلش فرحان ليش؟ لان عرفت انه هذا الحيوان اسمه الفهد وان شاء الله بالحلقه القادمه حنخلي اسئله عنه شو تقول؟ خلي بالحلقه لانه بعد عرفناه ثانياك مو صحيح؟ هسه راح نبحث عن هذا الحيوان ونسوي اسئله عليه لاصدقائنا الاطفال الحلوين. اصدقائنا الاطفال الارقام ظهرت على الشاشه تقدرون تتصلون بينا وإن شاء الله كل أصدقائنا الأطفال الحلوين يفوزون ويانا إيه يلا اتصال عندنا زهرة من البصرة ألو السلام عليكم وعليكم السلام شلون زهرة؟ أنا الحمد لله زهرة يا صف؟ صف السادس الابتدائي صف السادس الابتدائي جاهز للسؤال؟ جاهزة خلنا نشوف السؤال والسؤال الأول يقول أحد هذه الحيوانات يسير على قدمين اثنين الأرنب أم الكنغر أم الفيل ها صديقتنا الكنغر الإجابة الإجابة إيه كنترول صحيح الإجابة صحيحة أكيد شكرا جزيلا لصديقتنا نعم
السؤال الثاني حيكون يا صديقتنا، السؤال الثاني جاهزين؟ جاهزة صديقتنا؟ أنت بأي صف؟ السادس. صف السادس. يلا يقولش من أقوى الحيوانات بعد الأسد؟ انتبهي زين، الأسد هو أقوى الحيوانات، أكو يجي بالمرتبة الثانية من هو؟ النمر أم الفهد أم الدب؟ النمر. النمر هو ثاني أقوى حيوان بعد الأسد تقصدين؟ النمر. النمر انثبت؟ انثبت. انثبت والإجابة صحيحة. فعلا يا صديقتنا بالتسلسل يجي أول واحد الأسد، بعدين يجي بعد النمر، وبعدين بقية الحيوانات. شكرا جزيلا، دخل اسمك ويانا بالقرعة يا صديقتنا، وإن شاء الله ابقي ويانا نهاية الحلقة احتمال تكونين أنت الفائزة. شكرا جزيلا لكل أصدقائنا الأطفال الحلوين، كانت إجاباتهم كل جميلة، مستمرين وياكم مع مسابقات المستكشف. الهدية مقدمة من مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، هي شنية؟ رقية من كربلاء. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا صديقتنا رقية. شلون رقية؟ الحمد لله زينة. رقية يا صف خامس. صف الخامس الابتدائي، جاهز للسؤال؟ ايه. خلينا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات يمتاز بأذنين كبيرتين جدا، الزرافة أم الفيل أم فرس النهر؟ أحد هذه الحيوانات أذنه كبيرة جدا، الزرافة أم الفيل فيل. أم فرس النهر؟ تقول الفيل. متأكدة؟ مثبت؟ متأكدة. تقول متأكدة، ما دام متأكدة فالإجابة صحيحة. أحسنت يا صديقتنا، احنا من نسألك أسئلتك شو تسوي رسم تخيلي أشكال الحيوانات هذه الفيل. وتقدرين تحلين. أكيد صحيح فيل وإجابتك الصحيحة. أما السؤال الثاني يا صديقتنا حيكون: أحد هذه الحيوانات يعد من المواشي، المواشي اللي ربيها منه الفلاح، اللي هو الحمار الوحشي أم الكنغر أم الأبقار؟ المواشي اللي ربيها الفلاح، هل هو حمار وحشي؟ هل هو كنغر؟ هل هي الأبقار؟ صديقتنا، هل من الممكن للفلاح أن يربي حمار وحشي؟ الأبقار. الأبقار الثبتين؟ ثبت. زين، والحمار الوحشي ما يربي الفلاح؟ الأبقار. زين، يلا تقول الأبقار والإجابة صحيحة. شكرا جزيلا، أحسنت يا صديقتنا، فعلا الأبقار. أما الحمار الوحشي فهذا لا يعني ما يقدر الفلاح أنه يربيه، لأنه دائما يكون تصرفاته وحشية. أما الكنغر أيضا ما يربوه، لأنه ما بفائدة مثل الأبقار. أما الأبقار هم يربوها دائما بالمزارع، ليش؟ لأن يستفادون من لحمها ومن حليبها وبقية التفاصيل الأخرى. عندنا اتصال. زينب السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا صديقتنا زنوبة. زنوبة شنو اسم بابا؟ زينب كامل جودة. زينب كامل جودة، تبع أي صف أنتِ؟ ثالث. ثالث ابتدائي، متوسط؟ ابتدائي. ابتدائي باكر إسلامية؟ عندك امتحان إسلامية باكر؟ كملنا احنا. أنتوا كملتوا، واستلمتي نتيجة؟ لا. يلا ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. نروح للسؤال الاول مع صديقنا حسن، وان شاء الله حيكون سؤال سهل. والسؤال الاول يقول: ماذا يسمى صوت الديك؟ صياح ام نهيق ام فحيح؟ صديقتنا صوت الديك، صياح الديك ام نهيق الديك ام فحيح الديك؟ صياح الديك.
صياح الديكون ثبت؟ ثبت. انثبت والإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. زين صديقتنا، النهيق صوت شنو النهيق؟ تعرفين؟ نهيق ال نهيق منو؟ أن أنكر الأصوات لصوت ال حمار. الحمار. زين الفحيح، الفحيح سوي هيتي أميني هاي ها الفحيح منو هذه ها الفحيح الفحيح صوت منو الفحيح حية الأفعى أحسنتي ما شاء الله صديقتنا شاطرة نشوف السؤال الثاني نشوف السؤال يقولك أحد هذه الطيور يمتاز بريشة بألوان جميلة جدا هل هو الطاووس أم الغراب أم البط شفناه قبل شوية أنا وحسن متأكدة؟ زين والغراب؟ جواب نهائي؟ دقيقة دقيقة والغراب؟ لا زين والبط؟ أم لا أم لا ما دام متأكدة فأكيد إجابتي صحيحة إجابة صحيحة شكرا يا صديقتنا دخلت نسيانا بالقرعة الطيانة نهاية الحلقة احتمال تكونين أنت الفائزة طبعا حسن أصدقائنا كل الشطار رادنا نشوف لهم أسئلة أصعب بعد من هذه يعني ودي يحلون سريع ضرغام وهم من بغداد ألو السلام عليكم وعليكم السلام شلونك ضرغام الحمد لله شلونكم ضرغام الحمد لله ضرغام يا صف صديقنا ضرغام انت بأي صف أول متوسط صف شلون معنوياتك بالامتحانات نعم معنوياتك والامتحانات شلونها جيد يا الله يقول زين ان شاء الله كل التوفيق والنجاح لكل اصدقائنا اطفال الحلوين وشبابنا الحلوين خلينا نشوف الاسئله والسؤال الاول يقول طائر يتكلم ويردد الكلام الكناري ام الهدهد ام الببغاء الببغاء متأكد؟ 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 إيه يقول متأكد وخلنا نشوف الإجابة إجابتك صحيحة أيضا دخل اسمك ويانا بالقرعة يا صديقنا وابقى ويانا إلى نهاية الحلقة احتمال تكون أنت الفائز يلا صديقنا شكرا جزيلا عندنا السؤال الثاني عفوا أنا عبالي هذا السؤال الثاني يقولك أحد هذه الحيوانات يدفن بيضة بالرمال على جانب الشاطئ يعني على جانب الشاطئ احنا نسميه الجرف زين يدفن البيض مالته هل هو الدجاج ام السلحفات ام النسر ها السلحفات السلحفات زين وين النسر وين يخلي البيض مالته بلاش على الجبال على الجبال احسن والدجاج بالقاع على الارض هي عباره مثل قن الدجاج احسنت والاجابه صحيحه صحيحه شكرا جزيلا دخل اسمك ويانا بالقرعه ابقى ويانا الى نهايه الحلقه احتمال تكون انت الفائز يا صديقنا الجائزه شنو يا صديقنا حسن الجائزه جاهز تابلت مقدم منين من قناه كربلاء الفضائيه احسنت يا صديقنا حسن عندنا اتصال من ويانا زيد زيد السلام عليكم اي عليكم. أهلا وسهلا صديقنا زيد زيد شنو اسم بابا آه مخلد حسن وزن. زيد مخلد مو صحيح زيد مخلد حسن زيد مخلد حسن أحسن تبعي صاف زيد زيد سؤال 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 شنو أكبر الحيوانات اللي موجودة هسه حاليا أنا بالقرعة يا صديقنا زيد وشكرا جزيلا لاتصالك اسمك دخل ويانا بالقرعة ابقى ويانا لنهاية الحلقة احتمال تكون انت الفائز يا صديقي زيد اصدقائنا يا الاطفال الحلوين احنا كلش مستمتعين انا وصديقنا حسن لان اصدقائنا كلهم شطار ودا يجاوبون هذا اتصال لك يا حسن فاطمة من بابل الو السلام عليكم وعليكم السلام شلونك فاطمة الحمد لله بخير شلونك فاطمة يا صف مبطلة من مبطلة من المدرسة نعم. مو مشكلة بطلع. أسئلتنا موجودة وإن شاء الله حتكونين أنتي شطورة يلا.
السؤال الأول يقول: أحد هذه الحيوانات يستعمل لسباقات، الخيول أم الحمير أم الجاموس؟ الخيول. يعني الخيول يسوون بها سباقات؟ إيه. زين، والحمير ما يسوون بها سباقات؟ لا ما يسوون. زين، والجاموس ما يسوون بها سباقات؟ لا. زين، ليش اختاروا الخيول وما اختاروا الحمير وما اختاروا الجاموس برأيك؟ ليش؟ أعتقد لأن سريعة. لأنه سريعة، إجابتي صحيحة، أحسنتي يا صديقتنا. الإجابة صحيحة. أحسنتي. إذا السؤال الثاني. السؤال الثاني تنهي ويانا، يقول: ماذا يسمى صغير الأفعى؟ يصحوا له أفعى أم يرقة أم صل؟ ثالث واحد، صل أعتقد. الصل؟ متأكدة؟ إيه؟ متأكدة. تقول متأكدة، والإجابة؟ والإجابة صحيحة. صحيحة. شكرا يا صديقتنا، إجابتك كانت صحيحة ودخل اسمك ويانا بالقرعة. أقويانا نهاية الحلقة احتمال تكونين أنت الفائزة. شكرا جزيلا. زكريا من بغداد، السلام عليكم. زكريا؟ نعم. شنو اسمك واسم بابا؟ ممكن اسمك الثلاثي؟ زكريا عقيل عودة. زكريا عقيل عودة، أهلا وسهلا يا صديقنا زكريا عقيل عودة. أنت بأي صف؟ نعم. أنت بأي صف؟ الرابع ابتدائي. رابع ابتدائي، في أي منطقة في بغداد؟ الإعلام. الإعلام، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. زين صديقنا زكريا، أنت بأي صف؟ قل لي. الرابع ابتدائي. رابع ابتدائي، شو أنا معني وعدك بالامتحانات؟ زين، يا الله ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. السؤال الاول مع صديقي حسن وان شاء الله حيكون سهل يا زكريا، ابقى ويانا وركز زين. والسؤال الاول يقول: ما اضخم انواع الافاعي؟ اوه، الانكوندا ام الكوبرا ام الافعى الباسقه؟ لا دقيقة صديقنا، يعني شوي أفكر زين. أنيكوندا، الكوبرا، الأفعى الباسقة. الأفعى الباسقة. لا صديقنا، يعني شوية أريدك تفكر زين. أنيكوندا، الكوبرا، الأفعى الباسقة. أنيكوندا. الأليكوندا. نثبت؟ نعم. والإجابة صحيحة. صحيحة يا صديقي، أليكوندا كوبرا بسنة 2. دقيقة، أليكوندا أفعى كبيرة جدا، طبعا هي غير سامة لكن تقضي على الفريسة بواسطة شنو؟ تلتف عليها وتعصرها إلى أن تتمكن من عدها، واحتمال تبتلع بقرة كاملة لأنه ضخمة ضخمة جدا يا صديقي. هسه عرفت شنو أضخم شيء؟ الأنكوندا. الأنكوندا، أحسنت يا صديقي. السؤال الثاني يا صديقي يقول لك: أحد هذه الحيوانات برمائية، يعني يعيش وين؟ بالمي، ويعيش وين؟ باليابسة. هل هو البط أم الدجاج أم الضفدع؟ الضفدع. متأكد؟ متأكد. زين، والبط ما يعيش بالمي؟ يعيش. يعيش؟ نعم. يعني البط يقدر يطب جوا المي؟ بس الضفدع يعيش في المي ويعيش في اليابسة. لا دقيقة، هسه الضفدع قلنا اوكي، زين والبط؟ يعيش في المي ويعيش في اليابسة. لا لا لا، مو يعيش، هو يسبح في الماء، مو يعيش بالماء. يعيش على سطح الماء. عرفت؟ احنا قصدنا اللي يعيش بالماء يعني يطب جوا، يغوص جوا. البط يقدر يغوص؟ يقدر؟ لا لا ما يقدر، يقدر يسبح بالماء بس ما يقدر يغوص بالماء لأنه ما يقدر يتنفس. إجابتك صحيحة يا صديقي. إجابة صحيحة. أحسنت. يلا أصدقائنا الأطفال الحلوين، حنروح فاصل ونرجع لكم من جديد. المستكشف الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صديقكم حسن. مررت بعدة تجارب في حياتي وقد تعلمت منها الكثير، وسأروي لكم إحدى هذه التجارب. في أحد الأيام ذهبت مع عمي جعفر لشراء بعض احتياجاتي من السوق، وفي الطريق التقينا بصديقه الذي يعمل في إحدى المطابع، وطلب منا أن ندخل إلى المطبعة، فلديه موضوع يتحدث به مع عمي. وأثناء انشغالهما بالحديث ساقني الفضول إلى النظر إلى جهاز الاستنساخ الموضوع بالقرب مني. كانت الأزرار كثيرة وملونة وأشكالها جميلة جداً. أردت أن أضغط على أحد الأزرار الكبيرة في الجهاز، لكنني تذكرت كلام والدي الذي حذرني من العبث بالأجهزة الإلكترونية والميكانيكية التي تعود إلى الآخرين، فربما تتلف بعض الأشياء فيها ولا أعرف كيفية إيقافها. طلبت من عمي أن يشرح لي عمل الجهاز، فقال صديقه: تعال يا حسن لأريك كيف يعمل. كان صديقه لطيفا جدا وشرح لي الكثير من الأشياء عن الجهاز، وسمح لي بأن أستنسخ بعض الأوراق تحت إشرافه ومن دون تجاوز مني. وأنتم يا أصدقائي لا تعبثوا بالأجهزة الإلكترونية والميكانيكية التي تعود إلى الآخرين، فمن المعيب أن لا نستأذن منهم، وربما نتعرض للخطر من هذه الأجهزة. دمتم بخير. المستكشف الصغير. شدوها في دول قلي، شدوها. رجعنا معكم أصدقائي بعد هذا الفاصل. نعم أحسنت حسن. نعم. شنو رأيك لو هذه الخيمة انشدها بشكل زين؟ ليش ما مربوط عدل؟ لأنه احتمال أشوفها تتمايل يمين ويسارا بالفاصل. شنو رأيك لو عدنا نصلحها وياك؟ نصلحها ورا الاتصالات. أحسنت. أنا باتصال مع حسن. رقية من بابل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك رقية؟ الحمد لله. رقية يا صف؟ الصف الرابع. صف الرابع الابتدائي. جاهزة للسؤال؟ نعم. خل نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: أحد هذه الطيور يظهر ليلا فقط، النسر أم الخفاش أم الصقر؟ صديقتنا نشوفها بس بالليل يطلع. النسر يطلع بس بالليل والخفاش؟ متأكدة؟ بعد يقول متأكدة. والإجابة؟ نشوف الإجابة. الإجابة صحيحة. يا صديقتنا إجابة صحيحة، الخفاش هو من يظهر ليلا فقط. أصدقائنا الأطفال حلوين، السؤال الثاني بقيانة يقول لك: من هو الأسرع بين هذه الحيوانات؟ عندي ثلاث حيوانات، أكو واحد بين سريع، الدب، الغزال، السنجاب. الغزال. متأكدة؟ نعم متأكدة. يعني هي الغزال أسرع من الدب؟ أسرع. زين الغزال أسرع من السنجاب؟ أسرع. إذن إجابتك صحيحة. أحسنتي يا صديقتنا، إجابتي صحيحة. ابقوا ويانا إلى نهاية الحلقة، احتمال تكونين أنت الفائزة. شكرا جزيلا يا صديقتنا. اتصال حسن من البصرة. ألو، السلام عليكم. حسن يكلم حسن. شلونك حسن؟ الحمد لله زين. حسن يا صف؟ ثالث ابتدائي. صف الرابع الابتدائي. جاهز للسؤال؟ جاهز. خلنا نشوف السؤال. والسؤال الأول يقول: من أين نحصل عسلا مصفى تأكله فتشفى؟ النحل أم الفراشة أم النمل؟ النحل.
متأكد؟ متأكد. يقول متأكد والإجابة صحيحة. شكرا شكرا جزيلا يا صديقنا أحسنت. يقول لك من أنواع الطيور كانوا يستخدم لنقل الرسائل. أكو كان قبل الطيور واحد من ينقل الرسائل من مكان إلى آخر، الصقر، البغبغاء، أم طار الزاجل؟ الزاجل. متأكد؟ متأكد. يقول متأكد. خلينا نشوف والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. أحسنت أحسنت يا صديقي. دخل اسمك معنا بالقرآن. أكيد. صديقنا حسن هسه حيجرون شنو؟ القرآن. يطلع. قارة خلط القرآن. كم فائز عندنا؟ عندنا 15 فائز. إيه؟ لكن واحد منهم حيفوز. واحد منهم. آلية استلام الجائزة يا أصدقائنا عليكم الحضور إلى قناة كربلاء الفضائية كل يوم عدا يوم الجمعة، إحنا ما موجودين ترى. زين، من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا. واسم الفائز شنو؟ الفائز يروح القناة كربلاء الفضائية بالإبراهيمية حتى يستلم الجائزة. أحسنت. وشنو الجائزة؟ جهاز تابلت. يا صديق المستكشف شنو لازم يجيبه وياه؟ زكريا عقيل عودة من بغداد، ألف مبارك. الفائز معنا لهذا اليوم زكريا عقيل من بغداد. إيه. الاستفادة من أسئلة يا أصدقائنا الأطفال الحلوين هو على أنه إحنا نسوي رحلة استكشافية، إحنا نكتشف هذه المعلومات، هذه المعلومات حنحولها إلى شنو؟ إلى أسئلة. وهذه الأسئلة يا أصدقائنا الأطفال الحلوين تفيدكم أنتم في حياتكم اليومية وفي المستقبل. صديقنا زكريا إن شاء الله أي يوم تجون تزورون هنا العتبات المقدسة إن شاء الله ما عليكم إلا تشرفونا إلى قناة كربلاء كل يوم ما عدا يوم الجمعة. زكريا إحنا ما موجودين. زين يا صديق المستكشف شنو لازم يجيبوا يا؟ يجيبوا يا جنسيته بها اسمه حتى نعرف أنت الفائز. وألف مبارك لصديقنا زكريا، حصلت على جهاز شنو؟ جهاز تابلت. جهاز تابلت مقدم من قناة كربلاء الفضائية. إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، مع عمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. مع السلامة. صغير طفل بطموح كبير، يدفعني حب الترحال لأجوب سهولا وجبال وأعود بعلم غزير. أنا مستكشف صغير، المستكشف الصغير